عزيزي المشاهد، انت موعود على سلسلة من العيار الثقيل، وهذه بداية لانطلاقة بتكون رعب كل انسان في القصر. تحدي الرافعة. نبدأ؟ توكلنا على الله. اللي بيصير بكل بساطة، شخصين بيكونوا متعلقين وكل جولة فيها 5 أسئلة، اللي يجاوب صح ينزل اللي ضده متر، وإذا أخطأ الشخص 5 مرات راح يدخل بأحد الصناديق اللي أمامكم. أنا الآن بارتفاع 12 متر عن الأرض، وباهر لكم هناك وباهر لكم. نسيت لأقول لكم أن عندي فوبيا للمرتفعات. يا ولد دخ، والله إني دخت. دخت معنا في البداية. سنعود بعد قليل. يا جماعة، جاني اتصال قبل أسبوع من شخص ويوتيوبر سابق عزيز علي مرة، وأنا يا أحمد أبى أقولها لأول مرة، والله إني كنت فانز لهذا الشخص وأتابع مقاطع أول بأول، ويوتيوبر ربي يعني أنعم عليه ووفقه وصار تاجر، الله يفتح له الخير، وممكن بعضكم عرفه. من هو الشخص؟ علاء دبلز ستيشن، تحياتي ونسمي بالله. هذا بي سي جيمنج ظاهر قدامك من كازاسو، سعر الجهاز كان ب 4000، الان 3060 ريال، مسوي لكم عليه تخفيض ومواصفاته كرت شاشه 4060، معالج i5، وايضا بسعه 512 جيجا بايت والذاكره M.2. وسوينا تيست للجهاز ودخلنا نجرب وشفنا فورتنايت قديش الفريمات رهيبه، ويدك من الشعر بيت تقدر انك تختار وتسوي ابجريد للجهاز حقك بالمواصفات اللي تبي ويعطيك بالضبط كم السعر. طبعا علاء ما قصر، قال لمتابعينك خصم 26% وبتحصلون الرابط تحت، وترى ما في كمية كبيرة يمكن يخلص بأي لحظة. طبعا ديفو شركة عربية ومعطينك خيار ثاني برضو على نفس الجهاز، يقول لك اسمع، بي سي جيمينج وشاشة جيمينج وماوس وكيبورد وسماعة، طقم كامل متكامل 3700. هذه واحدة من أفضل شاشات ديفو ومواصفاتها ظاهرة قدامكم، عليها ضمان 3 سنوات، ومع أول 30 يوم إذا فيها ديد بيكسل أو كسر خاطئ يبدلوا لك إياها تبديل فوري. أعطيك إياها من الأخير كسوق موقع متكامل لأي جيمر يحتاج يطور فيه ستبه أو يجهز البثوثه أو يضبط فيه أو تطلب بي سي، وحتى تبي تغير بألوانه تقدر تختار الألوان اللي تبغاها وتسوي كستمايز زي ما تبي، ويوصل لجميع دول مجلس التعاون وأيضا السعودية أكيد. عدنا. راكان وريان. يا الله. فكرة السلسلة بكل بساطة كالآتي. ايوه. جميعكم راح تتعلقون وترتفعون فوق. وين فوق؟ وين؟ فوق على مستواي. احمد. نعم. وانت قاعد على الارض. اللي بيصير بكل بساطة انه راح تكون الجولة الواحدة مكونة من 5 أسئلة. والخمسة أسئلة هذه في حال أحد منهم غلط راح ينزل إلى أحد الصناديق اللي موجودة تحت قدامكم. الصناديق اللي ظاهرة قدامكم هناك وتشوفونها هذه عشوائية وكل صندوق داخله شيء. إذا جاوب راكان صح راح ينزل ريان، وإذا جاوب ريان راح ينزل راكان، وأكثر واحد ينزل الثاني هو اللي بيطيح بوحدة من الصناديق. واضح يا ريان؟ واضح 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 بإذن الله. أنه واضح. جاهزين ترتفعون؟ لا ما نتجاهز. شغل السيارات. لا إله إلا الله. أحمد 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 بالله، ارتفاع قليل تكسر. تمام، راح أبدأ ارتفاع حبة 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 حبة. قلبي قلبي أبدأ قلبي. مع راكان لا ترفع. أصبر ربي يبدأ هناك. راح أبدأ الآن. أصبر خلينا ارفع. بسم الله 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 اللهم انت ربي. راكان لا إله إلا أنت. ريان ريان تكفى. ريان يا ربي ارفع يا ربي. دخ دخ دخ. ايش قاعد ادور؟ ايش قاعد ادور؟ اعمل لا تتحرك. اعمل ايش دخل؟ قاعد ادور. دخل يا ويلي. لا تطالع لا تطالع جوا. لا اله الا الله لا اله الا الله. ارجو لك شرج ده احمد ربك. ما عليه. خلاص خلاص ارفع. ابو علي ابو علي تكفى. ارفع. وين تكفى؟ على مستواي احمد. لا 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 لا. ايوه الله يستر عليك. لا تتحرك عشان ما تدور. بس احمد احمد بس تكفى. احمد 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 بعد شويتين. بالله احمد هادي بعد. ارفع خلاص. ارفع اشخاص. لا اله الا الله ولا بس. لا اله الا الله. قاعد ارجف الله يقرا. ايش كيف الحياه؟ ارفع ريان. لا اله الا الله. انا دخلت ابى الف كيف يا ولد. ارفعك عشان ما تدور. ثبت نفسك ثبت نفسك في الصندوق. الله يستر يا رب. ايش كذا؟ لا اله الا الله. ثبت نفسك. ايوه يا ولد ايش قاعد ادور انا؟ بس طيب انا بالمعود. ابوكم بتطلعون فيني. هذا بتطلع فيني احمد. دقيقة الان كيف انا فعلي؟ بتطلعون هناك كيف؟ ما نقدر. حياكم الله ريان وراكان. الله لا يحيي العدو.
في سلسلة تحدي الراب يا حبيبي. والله اني داري انه بيسرق اخر شيء. والله هذه الحلقة الأخيرة. الحلقة الأخيرة. هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة التوأم. الله يعزك يا فوز العيد. اي والله. هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة التوأم. ليز اند جنتلمان. طبعا هنا قدام شنو المفروض اني الف الكام على وجه الصراحة كان ما يبي علي. ايوه خليك كذا. طيب بكل بساطة راح اسأل سؤال. ايه. اللي وصل خمس إجابات صحيحة. ايه. راح ينزل الثاني تحت في أحد المربعات. اوكي. أنتوا الآن في خوف الارتفاع. ولكن يعلم الله أن ما بالأسفل هو أدهى وأمر. راح ابدا بالسؤال الاول. انا ضيع القبله. الف الكام عليه هذا ولا ايش؟ والله جيبني كام. في حال انك سمعت هذا الصوت يا ولد اجابه غلط راح تنزل. اوكي اوكي اوكي. ايوه الفائز منكم اليوم ايوه راح ينزل على الارض وبرصيده 10,000 ريال. والله ان تجي واحد منكم اليوم، واحد منكم 10,000 ريال بتجي. يا رب ربنا ارزقنا يا كريم. واذا فزتوا اثنينكم كل واحد فيكم 5,000 20,000. طبعا لا واحد بس بيفوز والثاني والله اني عض الارض. لا 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 شرفتوني جننتوني عذبتوني تعبتوني احمد. واليوم هو اليوم الموعود. ابو صالح اذا شفتني افطر في الغرفه ما الام دخل. يلا انتم بتتسحرون اليوم فوق الرافعه الساعه. يا رب يا كريم. اخوتي الكرام ابي اطلب منك طلب وبحسب لك تايمر بالطلب هذا. والله ما ابغى له فقط اشتراك لان المحتوى يتعب مره. أحسب لك تايمر 5 ثواني، اضغط على زر الاشتراك، اذا ضغط اضغط على اللايك ويفرق معي ويفرق بالتعب اللي قاعدين نسويه. ببدا التايمر الان. يلا ضغط بيض الله وجهك. السؤال الاول. ما سالت اكبر سؤال. اللي بيجاوب صح بينزل الثاني. الله اكبر. راكان وريان. ريان اخوك الكبير انا. ما هو اصغر الحيوانات الثديه؟ الثديه؟ نعم. وبعطيكم خيارات. ايش هذا يا ولد؟ بعطيكم خيارات. اسلم اسلم اسلم. اللي بيجاوب اول ايه؟ راح ينزل الثاني. يلا يا رب. وترى التحدي يا جماعه فقرات مو كلها اسئله. ايه؟ بتشوفون بعد شوي وان شاء الله يجيبكم الوطن. اوكي. يلا. القطط. لا. الارنب. لا. الخفاش. الخفاش. ريان اجابه صحيحه. يا خفاش اخوك الكبير. لا تتجاوب. ما في غيره. اخوك. حبايبي النزول الاول الان متر واحد. بسم الله دعواتكم. احمد تكفى تكفى احمد احمد بالله بس 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 تكفى. والله ركنت صعب عليك. السؤال الثاني. ايه السؤال يقول ايوه اين طبع المصحف للمره الاولى؟ مكة المكرمة. اجابه لا 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 امدح امدح لا امدح امدح. خيارات. اين طبع المصحف الشريف؟ والله اني اعرف. توقع مصر. مصر. اجابه لا ريان خليها عندك. يا تركيا. لا لا فرنسا. لا ايطاليا. استهبل. تركيا. تركيا. ثبت انا ركان. تركيا ايطاليا فرنسا. ايه احس انها فرنسا بين الله. فرنسا. فرنسا. اجابه خاطئه. ايطاليا. نزلوهم كلهم. لا. لا. الجميع راح ينزل اليوم. لا. الجميع راح ينزل. انت ام الغباء. بس بدك بدك خلاص ابو علي. بس 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 ترى لا تنزلني حاليا. تبقت الركان ايه 3 أغلاط وينزل في صندوق الاول. لا اله الا الله. ريان 4. ايه اللي بيجاوب صح راح يرتفع وينزل الثاني. حلو. جاوبت صح راح ترتفع ركان وتنزل ريان. الله اكبر. جاوبت صح ريان ترتفع وتنزل ركان. واضح؟ واضح واضح. السؤال الثاني بعطيه بينكم ركان وريان. ها تعرفون فقط كم تقدر تعدد؟ ايوه ريان وركان السؤال كالآتي. أيوة. كم تقدرون تعددون يوتيوبرز في 30 ثانية؟ في 30 ثانية؟ نعم. من يبدأ؟ أبدأ؟ أبدأ. كم؟ 5. ريان 10. 10 ركان. 13. 13 ريان. ركان ترك مخنوق. ركان كم؟ 14. 14. متأكد؟ ها؟ أيوة. 15. 15 ريان. ركان 16. 16 ركان. طيب والله تحدى يجاوبها. يلا يلا روح. ركان راح عدل التايمر. 30 ثانية. تبدأ التايمر. تبدأ. اصبر اصبر لا تبدا. عندك 30 ثانية. قل لي متى تبدا التايمر. التايمر راح يبدا بعد 3 2 1. ابدا. شونق فيرفول بدر ركان ورياض اوخالدكس شو اسمه لا اله الا الله اللهم صل وسلم على محمد. طيب روح بار يوتيوب يا جماعة قايلك مخنوق قايلك كيف اي شو اسمه لا اله الا الله مستر بيست جوجل بون شو اسمه كم باقي كم باقي ثلاثة ثلاثة اللهم صل وسلم عليه
استمر انتهى الوقت. راكان نزول متى؟ لا 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 احمد 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 تكفى طلبك طلبه. لا 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 احمد احمد بالله تكفى احمد تكفى بالله عليك. طيب راكان غلطين تدخل في الصندوق الاول. ريان اخوك الكبير يلا بس يلا نتفاهم معك بعد المقطع. يلا يلا ايوه رب المصحف. السؤال يقول ها بدون خيارات ايوه في اي عام تاسس فريق باور اي سبورت؟ راكان اجابه صحيحه. راكان يطلع ريان ينزل خطوه. يلا اما يطلع طلع الله اكبر يا رب يا كريم الله بس عجبتني عجبتني الان انتم متعادلين بتكونون إيه؟ بتخليكم الان متعادلين حلو. ثلاث اغلاط اللي غلطها اول راح ينزل واللي بيجاوب صح بيرتفع حبه وينزل الثاني. يلا. واضح ابى ازيد الرتم وبخليه سريع الان إيه؟ ابى اخليه سريع يلا تمام. الاجابه السريعه 100 ضرب 100 كم؟ 200 1000 كم يا عيال؟ 1500 1000 عشرات بجد صحيح راكان. تدري كلكم بعطيك على اجابه صحيحه راكان. ارتفع يا راكان. الله اكبر الله يا شيخ هذه العشرة الاف اللي ما بشمها يا قررت من الصندوق. وقف وقف بس سؤال ثاني سريع راكان وريان تعرفون الاسئله السريعه ايه 20 ضرب 20 40 400 400 طلع فوق نزل تحت نقعد سر الليل. طيب السؤال يقول ما هو مقياس الزلزال؟ هرتز اجابه الرختر 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 رب الكعبه صحيح ريان اجابه صحيحه نزل مكان هنا الدبور هنا اللي جاوب اول جاوب والله كنت غش والله جاوب غلط جاوب قبلك الصحيح انزل الله يرحم والديك تكفى هي ركان ترضحت القروش لا والله ما ادري ورب الكعبه والله ما ادري ركان باقي لك غلطين تنزل الصندوق لا 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 السؤال يقول ما هي اكبر مدينه في العالم؟ لندن طوكيو نيويورك مكسيكو سيتي طوكيو 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 اجابتك وش الخيارات الثانيه؟ طوكيو نيويورك مكسيكو سيتي نيويورك نيويورك نزلهم كلهم الله يقلع مكسيكو سيتي نزل يا مال يا رجال عم الغباء اللي فيك والله مزعل بس بس وقف طيب الركان جاك الموت والله طيب صلوا على محمد اللهم صل وسلم عليه هذه الجوله الاخيره الركان في حال غلط راح يطيح بوحده من المربعات وهذه تعتبر الجوله قبل الاخيره الريان في حال جاوب صح ركان راح ينزل ريان للاخير وركان يرتفع حبه ويبقى له سؤال يا رب واضح بس طيب بس عشان اعطيكم نبذه يا عيال سريعه على الصناديق ايه في واحدة من الصناديق ايوه فيها اسماء قرش يا اخي اقسم بالله على السوق احمد ورب القهوة اني خمنت كذا من كيسي في واحدة من الصناديق فيها حشرات وفيران لا 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 وفي واحد من الصناديق صدقني لو تعرف تنجن يا اخي ما لحقت احمد انا لحقت من قبل والله الكم طيب الكم طاحت السؤال الكم طاحت ايه؟ قروش السؤال يقول السؤال يقول ما هو اكثر يوم يعتق الله تعالى عباده من النار ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر هذا جوابك اي نعم طيب بقول خيارات يوم الجمعه ايوه ليله القدر يوم عرفه يوم عرفه يوم عرفه يوم عرفه يوم عرفه يوم عرفه اي نعم اجابه صحيحه ركان ارفع الله يرضى عليك ارفع عليك الله يرفع قدرك الان ريان السؤال الاخير تغلط تطيح بوحده من الصناديق وراكان السؤال قبله الاخير عندك يا رب اذا جاوبت صح يا راكان ريان يطيح على طول يا رب السؤال يقول ما هي السوره ايه التي لا يوجد باولها بسمله كيف الرحمن لا لا الخيارات المائدة التوبة الأنفال التوبة 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 إجابة صحيحة ريان الأول وقف 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 لا تشغلني أنا مالي دخل طب السيارة مالي دخل اختار واحدة من الصناديق الثلاثة اختار يلا الله لا يوفق إبليسكم يا شيخ شهد من الله أبا خيرك اختار واحدة من الثلاثة
تخيرني طيب. اختار. يلا اللي بالنص. اللي بالنص. طيب تمام. اولا ابيك توديه على النص. الله يا اجواء عال العال. شوف ريان الان اخوان هو يطب الصندوق ورب الكعبه لا تحول لي 5000 اقسم بالله. والله العظيم انك تبطي وتغاسي. تحول لي ولا اكسر الكام تحول لمصالح. يلا. يا عيال انا يدي نملت. طيب الان عزيزي المشاهد راح نفتح الصندوق الاول في حلقتنا لليوم. يا رب لا تنزل لين ما اقول لك. يا شيل الخيشه. ما اشوف ريان. والله ما لي دخل. تكفى. اللي ما تعرفونه يا جماعه انه ركان وريان عندهم فوبيا مميته من الحشرات. سمي بالله. ريان جاهز يا ريان. الله يا شيخ استغفر الله العظيم. شوف ريان جاهز. دقيقة دقيقة ما ادري ايش قاعد اقول. انا دخت ناظر تحت. اقسم بالله اني دخت. طيب ابو صالح ريان جاهز؟ لا والله. ابعد لك ثلاثة وراح يبدا النزول الان. دقيقة كيف اطلع؟ نزل. كيف اطلع؟ يا عيال ايش ايش والله لا تصير ام القزاز اقسم بالله. لا 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 طب 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 لا ريان لا ريان لا ريان لا 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 ايوه ايوه نزل نزل. لا اله الا الله. لا تمسك لا تمسك لا تمسك. نزول كامل نزول كامل على الارض. نزول كامل على الارض. انزل. طب 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 ايش يا طب ايش؟ امسك 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 الكلب. امسك الكاميرا. ايش اسوي ايش اسوي؟ طب ريان طب طب ما اقدر ما اقدر ريان ساعدوني. ياه كيف اطلع؟ ما عندي مويه. طلع 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 سلم علي. طلع هذا اخر مقطع قبل اشوفك. هذا اذا مو اخر مقطع يا احمد قبل ولا ما في واحد متعلق على سروالك. في واحد متعلق على سروالك. يا ربي يا ربي وقف وقف والله. نزله نزله تحت ريان. ريان اشوف وجهك اشوف وجهك. انا بفطر صالح ترى بفطر اليوم. ها شو اسمه شو اسمه على ذمته. ها على ذمته يا احمد. طيب ريان كيف حالك؟ والله يزير الخراب. أبقى والله يا حرام عليك احمد. والله تصور مقاطع زي كذا يا والله. والله يا عيال ريان انه خذ اسهل صندوق موجود بين الثلاثه. تخيل. ايش؟ تخيل يا طق طق والله في شيء لو تفتحونه يا عيال اتوقع يمكن تنزلون فيه مغمى عليكم. لا 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 احمد بالله عليك. اسالك بالذي رفع عنك صادق؟ لا لا بس كذا عشان المقطع. الا والله اني صادق والله. اقسم بالله اعرف. طيب يلا خلنا نبدا. ريان يعدل ريان يعدل وجهيته. بس بس خليك كذا ايش 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 يرجع للقبله. بس خليك كذا خليك كذا بس. يا عيال هي تلفني غصب. يلا معلك معايا قبرو. طيب السؤال يقول ايوه كم تقدر تعدد اكله؟ اكله؟ نعم ابدا ركان كم؟ مطاعم ولا اكلات شعبيه؟ اكلات بشكل عام. اي اكله؟ والله ما اعرف الا الكبسه واحده. واحد واحد خمسه. كم ريان؟ خمسه. خمسه ستة. ستة. سبعة. سبعة. ورب الكعبة يا شيخ لو جاب السبعة يا حمار. يا حمار ها في حال انه جاب سبعة راح تنزل يا ريان الى الارض. لا 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 ها يا اتحدى. طيب سبعة وراح نبدا الان. واحد اثنين ثلاثة ابدا. كبسة جريس قرصان دغبوسة مصقعة اندومي مكرونة. يلا دقيقة 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 شاورما. اسألك بالله الاندومي بس الراكان. انا دامي اعتبر اكلة. لا 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 انا دامي اعتبر اكلة. راكان والله من ترتاح والله. يا ولد عقلك يا عيال سبع اكلات في مليون الف اكلة في الحياة. السؤال الثاني كم تقدر تعدد لاعب كورة؟ يوه ابدا راكان. 10. ريان 11. راكان 12. ريان 13. 14. 15. 16. روح الله يقلعك. الله يقلعك. الله يقلعك.
التايمر راح يشتغل بعد 3 2 1. كريستيانو، ميسي، سالم الدوسري، سامي الجابر، ماجد عبد الله، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، نواف العابد، شو اسمهم، لا اله الا الله، روني، فاندر سار، فانيسا روي، شو اسمهم، شو اسمهم، اساعدك، ايش ايش، مارادونا، بيليه، زي ايه، ابو شروان، زيكو، حمد الله، كم باقي؟ كمل كمل. شفشنكو، سامويل ايتو. بس جابها صح؟ مبروك يا ريان. ريان اطلع لفوق، راكان انزل خطوة. يلا ايوه راكان. الله اكبر يا ابو علي، ارفعني. يلا انزل انزل. السؤال يقول: ماذا يطلق على عملية تحويل المادة الصلبة إلى السائلة؟ والله نعرفها. خيرات خيرات. تبغى خيارات على هذا؟ ايه يال. ها خيارات الصلبة على السائلة. تعرف خيارات؟ الغليان، التبخر، الانصهار. التبخر. اجين اجين اجين. الغليان، التبخر، الانصهار. انا اقول الانصهار الانصهار. ريان، التبخر. التبخر. ريان إجابة غلط، لا كان صح. انزل يا ريان. الله اكبر يا ربي لك الحمد. ريان نصيحة شد حيل. الحمد لله يا الله. الحمد لله شبوي. الحمد لله يا رب، لا اله الا الله. الحمد لله. بس 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 بس. السؤال التالي: ما هي السورة التي تسمى السبع المثاني؟ الإخلاص، الصمد، الفاتحة. والله ما ادري. الإخلاص، الفاتحة. الفاتحة دقيقة. لا لا لا، عندنا خيارات. الإخلاص، الصمد، الفاتحة. الفاتحة الفاتحة. شلون كلكم الفاتحة؟ اي الفاتحة. اللي قال هو الراكان. ريان تبي تغير ولا نفسك؟ الإخلاص. الإخلاص ريان. ايه. وانت راكان ثابت؟ الفاتحة ثابت. انا صامل بإذن الله بإذن الله. راكان إجابة صحيحة. ريان السؤال قبل الأخير. الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا كريم أنت الكريم برحمتك يا رب. يا رب نزلوه 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 يا إخوان. جدول الضرب. الله يقلع أم القلعة. أبعطيكم عملية الضرب سهلة يا عيال. والله ما نعرف شيء. 9 أس 2. 81. كم؟ 81. إجابة صحيحة. الله يقلع. طلع ريان، نزل راكان. ورب المزعم انه ما يعرف 9 ضرب 1 كم. ايه والله انا صدمت والله. لا 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 لا. الى اي جهة تتجه ابرة البوصلة؟ الشمال. ها؟ الشمال. اجابة صحيحة. الشمال ريان. يا سلام. روح من عندي روح. متعادلين الان 3-3. اما الان تعادل بينكم. 3 أسئلة عند الجميع، واضح؟ تبون جدول الضرب؟ ايه. 11 ضرب 15. وش ذي؟ بسرعة أبو. وش يا أبوي بنرقد ورب المصحف ولا جاوبنا. 1500. 155. 11 ضرب 15. أحمد والله ما أعرف. إيش دعوة أحسب؟ أبي أحسب تايمر 10 ثواني. 1 2. ورب المصحف ما نجيبها لو نرقد. حبيبي اجمع واضرب بس، جمع وضرب. 130. نزلهم كلهم. 165. نزل نزل. الله يقلعك. وبغطسكم كلكم ترى عادي، تغطسون كلكم ما في مشكله يا اخي. جدول الضرب اقول لك 2 زاد 1 زاد 1 ما نعرفها. طيب السؤال يقول: كم اصبعا في خف الجمل؟ 3 أصابع، 4 أصابع، اصبعان، اصبع واحد. 3. وانت كم كم؟ 3 4 2 1. والله انه جمل، انا اقول 4 باذن الله. 4 و3. ايه. نزلهم كلهم اصبعان. الله يقلعك. أحمد دقيقة دقيقة دقيقة. نزلهم. والسؤال الأخير. أحمد دقيقة. من سيسقط اليوم؟ تكفى. طيب هذا هو السؤال لكم يا الاثنين. قبل لا أسألكم إياه إجابة. راكان اختار الصندوق اللي تبي تطيح عليه. اليسار اليسار. لا يا حمار اختار اليمين. أنت تختار إيش؟ اختار اليسار أنا. يسار. وأنت تختار زيه ولا معك؟ معه معه معه. كلكم هناك؟ متأكد. خلاص كلكم هنا. يلا السؤال الفاصل، اللي بيجاوب عليه راح يفوز، اللي ما بيجاوب راح يودع. حتى لو جاوبت يا ريان بسوي فاصلة بينكم. أخوك ريان أخوك الكبير. السؤال يقول: ما اسم ذكر الأفعى؟ كيف؟ ما هو اسم ذكر الأفعى؟ سنيك. إيش؟ سنيك. سنيك؟ إيوه. السنيك بس يبي تشوفه قدامك. إيش؟ عنده خيارات عنده خيارات. نزلني يا أبوي. إيش السنيك أنت؟ الخيارات تقول:
طبعا الحفره اللي هم ماخذينها كلهم لليسار هي فيها اسماك، اسماك عاديه، ولكن انا ابى اخوفهم. الخيارات تقول ايوه الصقل، الثعبان، الافعوان. الافعوان دي تخوف. ها احس الصقل. اول واحده، اول واحده وش هي؟ الصقل. الصقل، الصقل. مين الصقل؟ الصقل. كلكم الصقل؟ ايوه. تبغون اجابه مشتركه؟ لا 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 ريان غير اخوك الكبير تكفى. الافعوان. يلا الافعوان. الافعوان. ايوه باذن الله. وين الصقل؟ الا الافعوان. صدقني. اخر كلام. ايوه الافعوان. الثعبان، الثعبان شكله. ها. احمد وش هو؟ تكفى علمني. العشرة ما بيها والله. والله لا طيح كرك. لا 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 لا. ابعيد الخيارات للمرة الأخيرة. الصقل، الثعبان، الافعوان. الصقل. الافعوان، الافعوان. الصقل. اخر كلام. الافعوان بامر الله. اجابة صحيحة لي. تكفى. يا رب. تكفى. راكع. الله اكبر. دق السلف يا ولدي، دق السلف. نزلوه. طيب جاهز يا ريان؟ افتح الصندوق. افتح. وهذا خيارك، احنا ما قلنا شيء. لا 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 احمد، والله حرام عليك ورب الكعبة. لا لا ريان. ريان ولا احمد، احمد احمد والله والله لا احمد، احمد تكفى احمد. سمك عادي، سمك عادي، لا تخاف. تكفى احمد تكفى. لا 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 لا. نزل. امسك 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 امسك. لا 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 لا. ريان طلع طلع. طلع نزلني نزلني بموت والله اني اخاف عليهم اقسم بالله. ذولي مره عاد احمد. طلع 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 طلع. نزل 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 نزل. فوطه سريع، فوطه زلفي زلفي فوطه. الف مبروك راكا. الله اكبر. فلوسي فلوسك بتجيك حوالي الان. عدد ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. طلعت قدام. الله اكبر يا ربي لك الحمد. هارد مبروك. الف مبروك. الله يبارك. ريان اديت اقسم بالله. انا ادري ان هذا مو يومك. شوف المنظر، شوف ابو شنب. الله اكبر. شوف ابو شنب. انا نزلت عندك. طيب ابى اقول لك شيء. صحيح ان اخوك الفايز، ولكن لو وصل هذا المقطع وانا اتكلم صادق، اقسم بالله لو وصل المقطع هذا 30,000 مشترك نجيك 10,000 انت بعد. احلف بالله. خلال 5 ايام. لازم تعرف ريان وراكان وانا اتكلم صادق انه اقوى صندوق ما فتحته الى الان. وانا اتكلم صادق والله. اللي داخل هنا حاجه ما قد انفتحت، ولكن ممكن تنفتح بالحلقه القادمه. وبقول شيء اخير، اتمنى يا عزيزي المشاهد انك استمتعت. والله ما ادري قديش تعبنا واشتغلنا عشان نحاول نطلع لكم بالجوده العاليه. يا رب استمتعتوا بالمقطع. راكان وريان شكرا لكم لانكم اعطيتونا الفرصه هذه. انا ادري انكم انتم ما كنتم مستمتعين بكثر التوتر والعذاب. ادري بالله عذبنا، ولكن اعرف انك اعطيت الشخص اللي طالعكم متعه. يستاهلون. اقسم بالله يا جماعه ان نشكركم كلنا يا بورع اللي قدمون لنا، وهذا اقل شيء نسوي لكم. ارتفاع المحتوى وارتفاع الجوده كلها عشانكم. الشباب كلهم قاعدين يشتغلون ويحاولون يطورون من نفسهم ويعطونكم محتوى افضل وافضل. قنواتهم متحصلون تحت، لا تحرمونهم من دعمكم وكلمتكم الطيبه. لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين، استغفرك واتوب اليك. وفي امان الكريم يا اخوان. 30,000 مشترك ابو فلوس. يصير خير. السلام عليكم.